الأحد بعد الظهر بعد ما تخلص الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية، ممكن اليمين المتطرف يحصل على الأغلبية المطلقة ويوصل على الحكم. Il faut dire que le RN a mis en place une stratégie millimétrée de dédiabolisation. D'abord, avec l'arrivée de Jordan Bardella à la tête du parti. شو بيعني انه يحكم اليمين المتطرف في فرنسا وشو مخاطر وجود مارين لوبين وجوردان بارديلا بالحكم؟ واحد، الهجرة. الكارثة الأكبر رح توقع على المهاجرين يلي بتحملهم عنصرية اليمين المتطرف وشعبويته مسؤولية كل الأزمات بفرنسا وبأوروبا. L'immigration menace aujourd'hui non plus seulement nos comptes publics, mais menace notre sécurité et notre identité. بملف الهجرة، مشروع التجمع الوطني هو إلغاء الحق الطبيعي لأي مولود بفرنسا بالحصول على الجنسية الفرنسية، وإلغاء الإعفاءات اللي بتمنع طرد الأجانب، تجريم الإقامة غير الشرعية، وتشديد شروط لم الشمل العائلة، وحرمان المهاجرين غير الشرعيين من حقوقهم بالطبابة، وحصرة بالأمور الطارئة. L'Union européenne veut toujours plus d'immigration. Et la disparition des frontières, nous voulons nous une Europe qui laisse chaque pays choisir, qui entre sur son sol et qui doit en partir. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. 2. القمع. من السياسات المتطرفة الثانية اللي بيحملها التجمع، خفض السن القانوني الجنائي ل 16 سنة وحرمان عائلات القصر اللي ارتكبوا جرائم من المخصصات العائلية، وحماية رجال الشرطة في حال استخدامهم العنف، وإنشاء شرطة بلدية ومحلية وبناء سجون، مع أفكار قمعية وعنصرية تانية مثل منع تولي مناصب حساسة من مواطنين بيحملوا جنسية تانية. Ça veut dire que Gérald Depardieu, qui est français, qui est citoyen d'honneur en Belgique, qui a un passeport russe et qui est à Dubaï, lui c'est un bon français, un bon binational, mais que Zinedine Zidane c'est pas un bon binational parce que lui c'est franco-algérien. Bon bah tant pis pour les femmes et tant pis pour le football. تلاتة، الخصخصة والبيئة. بيحمل التجمع الوطني مشاريع الخصخصة وأخطرها خصخصة الإعلام وتخفيض الإنفاق الحكومي اللي من ضمنه مشاريع بتأثر على قطاع الصحة. بخصوص سن التقاعد، تتخبط مواقف التجمع بين عمر 60، 62 و 66. Quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. كمان بيحمل مشاريع مضادة للبيئة لضمان أصوات المزارعين، وبيعارض مشاريع الطاقة البديلة وبيدعم استخدام المحروقات. 4. صفر حريات. غاب عن برنامج التجمع الوطني أي إشارة لموضوع الحريات أو حقوق النساء أو المثليين. J'ai peur que ce soit peut-être une des dernières. انقسم التجمع حول قانون الإجهاض بفرنسا وصوتت كتلته ضد المشروع بالبرلمان الأوروبي، وهنيك كمان صوتوا 8 مرات من أصل 9 ضد مشاريع حول حقوق المثليين. Il n'y a absolument aucune nécessité objectivement de constitutionnaliser l'IVG. 5. الاتحاد الأوروبي. غلف التجمع مشروع سياسي بعناوين مثل رفع الرواتب وتخفيض الضرائب، بس المشروع اللي حامله اليمين المتطرف بيأثر على علاقة فرنسا بالاتحاد الأوروبي، لأنه بيتعارض مع قوانين الاتحاد بمواضيع الحدود والتجارة وأسعار المحروقات، أو حتى موقف التجمع الوطني المايع بدعم أوكرانيا. والأوضح من كل شيء أنه التجمع بده يخفض مساهمة فرنسا بميزانية الاتحاد الأوروبي. Et le fait de réduire la cotisation budgétaire est un exemple, vise en fait à un Frexit déguisé.